المغرب يبدأ اليوم منافساته في البطولة مع جولة أولى من دور المجموعات. الكل يعلم أهمية البدايات وتأثيرها على اللاعبين وعلى المعنويات والثقة التي تمنحها للجميع. أكيد في انتظارنا مباراة جميلة في أجواء رائعة جدا ننتظر منها كثير. من يحضر المباريات بشكل دائم يعرف هذه الأجواء جيدا ويعرف جمال هذه المشاهد من هذا الملعب. نستمع الآن وإياكم إلى السلام الملكي لإسبانيا. ثم الدور الآن على المنتخب الآخر في السلام الوطني. يتدخل لينهي الهجمة قبل أن تشكل خطرا على فريقه. يورينتي، قد تكون هذه فرصتهم. لديه حلول كثيرة الآن ويلعب العرضية. الكرة ملعوبة من مسافة. فيران توريس يستلم الكرة من الخلف. كرة طولية إلى الأمام. بوفال، أيوب الكعبي، منير. تغيير لاعب على الأجناب. تدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة. والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. الكرة كانت في منتهى الخطورة لكن الدفاع اليوم في أفضل أحواله. مرت الكرة بشكل جميل. يورينتي، حكم يحتسب رمية جانبية. بوفال وصلت إليه. منير يتسبب في احتساب المخالفة. عدت الكرة يستعيدها أكرد. الحارس يبدأ الهجوم بكرة طويلة. كرة كانت خطيرة جدا لكنه نجح في مواجهتها بشكل جيد. اليوم الهجوم محاصر في مصيدة التسلل. موراتا يندفع بقوة إلى الأمام. مخالفة واضحة جدا، ركلة حرة يحتسبها الحكم. بطاقة صفراء مستحقة.
في عالم المستديرة. لم يكن من الممكن إيقافه عند مهارة كبيرة استغلها في ترجمة الركلة الحرة إلى هدف بكل دقة، وكان يعرف صار الكرة بشكل جيد، حطها بشكل رائع في الشباك. التقدم في هذه اللحظات بهدف مقابل لا شيء. حكيمي يعود بالكرة لخط الوسط. اليوم الأداء الدفاعي رائع، مباراة كبيرة تحسب للمدافعين. باو توريس. وها هي نهاية الشوط الأول. الأداء بصراحة غير مقنع، يمكنهم أن يقدموا أداء أفضل. ربما مطالبين بشوية هدوء، شوية تركيز. تستأنف المباراة بركلة البداية للشوط الثاني. المغرب يجب أن لا يندفع خوفا من الخسارة، بكل تأكيد مطلوب منها التقدم، الاندفاع بالهجوم، ولكن أيضا لابد من أن يكون هذا الشيء بحساب. بمبدأ الأمان يعود بالكرة. أيوب الكعبي، منير، وفال يتدخل بشكل قوي جدا. كانت انطلاقة واعدة نحو المرمى، دفاع كانت له الكلمة الأخيرة. بينية جميلة، تمريرة جميلة تخترق الدفاع. بينية لا تخترق الدفاع، ربما عليه التفكير في حلول أخرى. يستعيد الكرة بعد أن قدم الخصم هدية مجانية. فاتت ومرت وصلت إليه. تحرك جميل، الدفاع إلى الأمام. ما الذي حدث هنا؟ يحاول تمريرها من بين المدافعين. ينجح في أن يلعب كرة في صنع فرصة رائعة جدا. موراتا أكيد محبط بعد أن كان في وضعية مميزة أمام المرمى، لكنه في النهاية لم ينجح في التسجيل. الحكم يطلق صافرته لكن احتساب خطأ. ضغط قوي وينجح في استعادتها. هذه فابيو سارابيا، يحتسب الحكم ركلة حرة. تدخل يوجب انذار آخر، وبعد ذلك حالة طرد. هذه هي الدراما والإثارة المطلوبة في كرة القدم. يسدد الكرة من هنا. الكرة إلى خارج المرمى. أكيد محبط على ضياع هذه الفرصة على فريقه. كانت فرصة سانحة للتسجيل. رابط. وفال. يلعبها لمنطقة الخطر. كرة تعود للخلف. كان لابد من التشتيت. المغرب مستعجل بعض الشيء أمام المرمى. الوقت يمر ويضغط على الفريق. موراتا حارس دفاعي ممتاز في مباراة اليوم. الآن فرصة لقتل المباراة وحسم النتيجة في الدقائق الأخيرة. انتهى كل شيء مع صافرة النهاية. يوم للنسيان.